أهلا 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 ومرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من برنامج عنبر. أتمنى أن تقضوا معنا أسعد الأوقات. ومرحبا لحوح. لحوح، لقد بدأت الحلقة، فهل من الممكن أن تؤجل ألعاب الحاسوب وتركز معي؟ أنا لا ألعب يا أشرف، بل أقوم بتحميل موسوعة زر المعرفة. زر المعرفة؟ أقول لك زر خطير. زر موسوعة ماذا؟ زر موسوعة زر المعرفة الرقمية سميت بهذا الاسم لأنها تجعل كل المعارف متاحة بضغطة زر واحدة. ما أروعك، ما أبدعك. لا 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 لا، المهم نعم، وهي تعمل بنظام التوجيه الصوتي. يا سلام. طبعا، فبمجرد أن تنطق باسم الشيء الذي تبحث عنه تظهر الإجابة على الشاشة في غمضة عين. يا سلام. سأجربها أمامك حتى تصدقني يا أشرف. حدثينا يا موسوعتي عن الفوفيسساء. من أولها. اسمها الفسيفساء يا لحور. الفسيفساء. حدثينا يا موسوعتي عن السفيسساء. دعني أقولها أنا أفضل يا لحور، لو سمحت. لماذا؟ الفسيفساء. ظهرت المعلومات المطلوبة. ظهرت. يلا إذن اقرأ علينا يا لحوح. اقرأ ما تقوله موسوعتك الرقمية عن الفسيفساء. اقرأ. الفسيفساء كلمة من لغة الهنود الحمر وتعني حساء الضفادع والفطر. خطأ ما تقوله موسوعتك. إنها ليست موسوعة، إنها مضيوقة، ليس صحيحا أبدا. لنحاول مرة أخرى، فربما حدث عطل في القمر الصناعي الاصطناعي الذي يغذي الموسوعة بالمعلومات، يعني التردد مرتبط بالقمر المربوط من القمر الصناعي. هناك تشويش. ما شاء الله. طب ماذا ستسمي؟ يوجد جوجل، أنت حوحل، ما رأيك؟ حوحل قوية هذه. طيب لنرى ما ستقوله موسوعتك هذه المرة يا عبقري. يلا أرنا. الفسيفساء. يا سلام. يلا اسمعنا، أطربنا. هي كلمة من لغة الإسكيمو تعني الآيس كريم ومفردها فسفوسة. توقف، خطأ. واضح من موسوعتك يا أنا موسوعتك مثلك تماما. هذه الموسوعة لا يمكن أبدا الاعتماد عليها مطلقا. بتاتا أبدا. كل البتاتا هذه الأيام. نعم. أعطني فرصة أخيرة يا أشرف، ومن المؤكد أن هذه الموسوعة ستعطينا هذه المرة الإجابة الصحيحة. أرجوك. هل أنت من اخترع هذا الحاسوب؟ بل أنا الذي أرجوك يا لحوح أن تدع هذه الموسوعة وتتابع معنا فقرة من العالم حتى تصحح معلوماتك وتتعرف بشكل صحيح على فن ومدرسة الفسيفساء. نعم. بعد أن خذلتني موسوعتي ليس أمامي إلا أن أقول حاضر. أحسنت. والآن اسمحوا لي أصدقائي أن أقدم لكم فقرات حلقة اليوم. أولى فقراتنا سنشاهدها مع فلته على مسلسل كرتوني أوجي، وبعده سنشاهد فقرة الأكل الصحي وسنتحدث فيها عن دليل الأغذية العضوية، ثم سننتقل إلى فقرة من العالم والتي سنقدمها لكم اليوم من الأردن، وسنزور خلالها مدرسة الفسيفساء. أتمنى أن تستمتعوا معنا بفقرات حلقة اليوم. للبنين والبنات لا، هي مدرسة اللي تعلم فسيفساء. تستمر يعني هذه. حسنا. طبعا أصدقائي يمكنكم إرسال والاتصال عبر هذا الهاتف. الهاتف هو طبعاً 00974-4453-8838. والموقع الإلكتروني هو gmtv.net. gmtv.net. عيني عليك. سلام. والبريد الإلكتروني الخاص بفقرة التغذية طبعاً. يمكنكم إرسال كل ما تريدون أن تستفسروا عنه وسوف تجيبكم عليه اختصاصية أنا وأنت يا أشرف. غداً الخميس. أي. وكل خميس إن شاء الله. أنا وأنت. نعم، إنها حلقة مميزة. واحد، اثنين، ثلاثة. نيوتريشن at gmtv.net. انتبه. نيوتريشن معي. يعني يمين كدر. حاضر. يلا. نيوتريشن at gmtv.net. إذن أصدقائي ننتقل إلى فقرة الألعاب. ألعاب ماذا أوجي؟
اوجي 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 ربما الخط
الحمد لله تم انقاذ اوجي واصدقائه من حتى احترق من الشمس. الحمد لله. الحمد لله. وعادي ذهب الى مركب الفضائي، شغل المركب الفضائي وذهب الى انقاذه. سهله الحياه، سهله في طبعا الاوجي يجدون اي نعم. جميل. طيب اذا الان فقره اوجي ننتقل فقره طبعا هيا بنا الى الاتصالات والالعاب. هيا طبعا فقره الالعاب الاريا يبدا ان الضرب. إذا وصلنا أصدقائي إلى فقرة الألعاب، نذكركم بالرقم وهو 00974-445-8838. هذا هو الرقم، حاول الاتصال بنا وإن شاء الله توافقونا في الإجابة على كل الأسئلة والفوز بجهاز آيباد. ومعكم الآن نجم النجوم الذي لا يقهر، نجم المستحيل، النجم الأحمر، النجم بنفسجي الشعر، إنه اللحوح. تخيلت شيء. صاحب ال صاحب نظام حوحل. حوحي. لقد ضربه الفيروس. الفيروس. نعم. هو ما هو مخترع مع فيروس يعني فيروس أصلاً. نعم. ألو السلام عليكم، من معنا؟ أنت. السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ آمنة من تونس. آمنة من تونس. آمنة. أهلاً وسهلاً بك يا آمنة في برنامج عنبر. كيف حالك يا آمنة؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. أعجبني حماسك، لذا نتجه فوراً إلى أشرف ملك الكوميديا حتى تفوزين إن شاء الله بالآيباد. لا تقول ملك الكوميديا، أخجل أنا، أخجل أنا، أخجل أخجل من الكاميرا، أخجل ملك الكوميديا، أخجل ملك الكوميديا. حسنا آمنة، كيف حالك؟ بخير. لا بس الحمد لله. الحمد لله. وكيف الدراسة؟ تبس. يلا لا بس. كيف استعدادك؟ لابد أنها مقلقة. ليست مقلقة. لا لا مقلقة. لا ليست مقلقة. سترى الآن إجاباتها، سترى الإجابات على الأسئلة. مستعدة للإجابة؟ أي طبعا. نعم. يلا إلى المسابقة فورا يا آمنة. المسابقة الآن سوف تجهز، ودولاب بدأ للانطلاق، ونقول طر يعني عليك. إذا دار الدولاب والسهم وقف على الرقم 9. 9. يلا سؤال التاسع، ما مفرد كلمة بتائل؟ يلا انتبه للوقت. بتلة. بتلة. الإجابة بتلة. بتلة. الإجابة الإجابة خاطئة، ليست بتلة، ليست بتلة، لا بتلة ولا بتل ولا بتل. بطل فيلم بتل. إذا ولكن يعني سعدنا جدا بمشاركتك يا آمنة، إن شاء الله في المرات القادمة تتصلين وتربحين معنا إن شاء الله. شكرا لك على هذا الاتصال الجميل. يلا اتصال جديد، تفضل. ألو السلام عليكم، من معنا؟ ألو. ألو السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ سارة من قطر. أهلا وسهلا بك يا سارة في برنامج عنبر. كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله. الحمد لله. وأخبار الدراسة؟ الحمد لله. تفوق إن شاء الله. معك يا سارة أشرف الأطرف حتى تفوزين إن شاء الله بالآيباد. ملك الكوميديا وأطراف، ما هذا ما هذا، أنت يعني تدللني كثيرا هذه الأيام أو هذه الحلقة مميزة. نعم صحيح. أهلا وسهلا بك يا سارة، كيف حالك؟ الحمد لله. جاهزة للمسابقة؟ نعم. إذن إلى الدولاب، ونقول للدولاب دور. إذن المؤشر دار ووقف على الرقم 5. إذن 5 أسئلة يا صديقتي بانتظارك. السؤال الخامس يقول، أكمل الفراغ، هو الشاعر اللبناني الملقب بالأخطل الصغير، خليل مطران أم شارة الخوري؟ من هو الشاعر اللبناني الملقب بالأخطل الصغير، خليل مطران أم خليل مطران؟ خليل مطران. والإجابة خاطئة أيضا يا سارة. بشارة الخوري. نعم نعم.
إذا إجابتين إجابتين. نعم نعم صحيح. مين مطران؟ نشكرك كثيرا على هذا الاتصال الجميل، وإن شاء الله في المرات المقبلة تتصلين وتربحين معنا. آتي إليك. تعالى. لو سمحت المخرج. أيوه. المخرج سمح لي آتي فوق على فوق. طبعا. لأني فريرة. طبعا. نعم. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. ألو عز الدين من قطر. عز الدين من قطر. أهلا وسهلا بك يا عز الدين في برنامج عنبر. أهلا بك. حالك يا عز الدين؟ الحمد لله. وأخبار الدراسة؟ تمام. نعم جيدة. معك أشرف الأطرف حتى تفوز إن شاء الله بالأيباد. نعم نعم نعم. إذا صديقي عز الدين أنت مستعد للمسابقة؟ نعم. يلا الدولاب أمامك وينتظر الدوران، ودار فعلا والمؤشر وقف على الرقم 8. إذا يلا السؤال الثامن، ما هو حاصل جمع العدد 3 و15؟ 18. 18 والإجابة صحيحة. يلا أحسنت. يلا سؤال رقم 7، لؤلؤ الماس مرجان، أين الكلمة الدخيلة؟ الماس. الماس صحيح أحسنت. يلا سؤال رقم 6 أحسنت. صورة، انظر إلى الصورة الآن جيدا. يا انظر سلام. إلى يا سلام سهول ووديان ورائعة منطقة رائعة. يلا السؤال الذي يخص هذه الصورة. يلا يا عزيز، في الصورة من أهم المدن السياحية في سلطنة عمان، صلالة أم مسقط؟ صلالة. صلالة يا عيني صحيح. يلا أحسنت ما شاء الله عليك. سؤال رقم 5، ما مضاد كلمة عسر، شدة أم يسر؟ سهلة وبسيطة. نعم يسر. يسر الإجابة الصحيحة يا عيني عليك. يلا سؤال رقم 4، أحد هذه الرياضات تلعب على طاولة، طاولة البلياردو أم البولينج؟ بولينج. بلياردو. البلياردو صحيح صحيح. سؤال رقم 3، أين تقع مدينة سلطان بور؟ أين تقع مدينة سلطان بور؟ يا عز الدين. سلطان. يا عز. عز. طيب انتهى الوقت يا صديقي. إن شاء الله في المرات المقبلة تتصل وتربح معنا. كانت إجاباتك رائعة ولكن يعني محاولة جيدة. لا بأس لا بأس. أبحث عن المعلومة إن شاء الله تجدها يا صديقي. يلا اتصل جديد. لوحدي؟ وحدك. يلا إن شاء الله. ألو السلام عليكم، من معنا يا ترى؟ لوحدي. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ عبد العزيز من السعودية. أهلا وسهلا بك يا عبد العزيز في برنامج عنبر. كيف حالك يا عبد العزيز؟ الحمد لله بخير. نعم الصوت بعيد. معك أشرف حتى تفوز إن شاء الله بالأيباد. إن شاء الله. ارفع صوتك إن شاء الله. عبد العزيز ارفع صوتك قليلا حتى أسمعك يا صديقي. كيف أحوالك؟ تمام؟ بخير. بخير الحمد لله. يلا نريد حماسا، نريد صوت مرتفع صديقي. والمسابقة الآن ستبدأ والدولاب يلا در. والمؤشر وقف على الرقم 3. إذن 3 أسئلة. السؤال الثالث، أين توجد مدينة كازابلانكا؟ كازابلانكا. يلا يا عزوز، أين توجد مدينة كازابلانكا؟ إذن يا صديقي يعني إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في الحلقات المقبلة، تتصل وتربح معنا جهاز آيباد ونتمنى الفوز للجميع. الآن وصلنا إلى مربط الفرس. نعم وصلنا إلى منتصف الحلقة. إلى الإن. نعم. نعم نحن الآن عند فقرة الأكل الصحي اليم. ولكن يم. بعد الفويصل. بعد الفويصل الصغير. الفويصل. نعم. إذن فاصل ونعود بعده للأكل الصحي. هيا هيا يا أخي هيا. تفضل. لا 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 النجوم.
شاشة سوبر أموليد تمنحك مشهداً نابضاً بالحياة. شاشة سوبر أموليد مفهوم جديد للرؤية. سامسونج جالاكسي تاب إس. مساء الخير والنجاح لكم جميعاً أصدقائي. نرحب بكم في حلقة وحلة جديدة من برنامج مون. الجمعة في 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على تلفزيون جيم. في حصاد البطولة نشاهد أجمل أهداف الأسبوع، نعرض استعدادات الفرق المشاركة، نسلط الضوء على أفضل اللاعبين، ونتعرف على الدول المشاركة في البطولة. حصاد البطولة الثلاثاء في 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على تلفزيون جيم. معنا فقرة الأكل الصحي اليوم، اختصاصية التغذية ليندا ناظر، والتي ستحدثنا عن دليل الأغذية العضوية. هل معك الدليل؟ نريد دليل. هو دليل. نريد دليل الأغذية العضوية. لا أنا أعطينا الدليل. يلا أعطينا الإثبات والدليل. هل لديك أقوال أخرى؟ هي تفضل. هلا أنا حبيت اليوم أتكلم عن الأكل العضوي لأنه فعليا صار بده دليل، لأنه كثير عم نسمع بالإعلام عن الأكل والزراعة العضوية. كان على السمع كثير. نعم. إشاعات كثيرة. إشاعات. وبنعرف إنه في كثير ملصقات مثلا بالمتاجر ممكن إنه نقرأ عضوي 100% عضوي أو مكونات عضوية. وهل هي صحيحة أم لا؟ هي صحيحة، ولكن ماذا تعني؟ وأيضا هل هناك كيف فوائد؟ صح. وكيف نعرف أنها صحيح؟ الآن ستعرف. الرائحة هي تكون فعلا نفاثة، لا تنفث الرائحة. نفرض أنك لديك زكام، ماذا تفعل؟ أكل تشتري. وكمان بدنا نعرف إذا الأكل العضوي أو الزراعة العضوية هي فعليا عندها فوائد زيادة عن الطعام التقليدي. فلهذا السبب اليوم حبيت أعطيكم دليل مختصر إذا بدكم عن شو الأطعمة يلي ممكن أنه نختارها عضوية ويكون فيها فوائد زيادة عن الأكل العادي. تمام، تفضل. هلا أولا بدنا نصنف ما هي الأغذية العضوية. نعم. نعرف أنه في عنا قواعد معينة لازم شروط. الزراعة تكون عم تتبعها. صح، شروط معينة حتى يصنف أنه الطعام عضوي. فيش أسمدة كيماوية؟ لا يوجد أسمدة كيماوية، مستحيل. استحال في الأغذية العضوية. سبقتك. شكرا. ولا يوجد هناك مبيدات في الزراعة، ليست هناك. صح. تعديلات وراثية. نعم. مبيدات اصطناعية. أسمدة، لأنه الأسمدة يلي بيستخدموها ممكن أنه يكون مستخرج من مواد في النفط. صحيح. فما لازم يكون في نفط. المي الملوثة أو المي الصحية ممكن أنه ترجع تتكرر ويستخدموها للزراعة، هيدي ما بيستخدموها بالزراعة العضوية. أيضا التربة بتكون آمنة، يعني ما في عنا أنواع تلوث. يعني هناك سيكيورتي. شكرا. لحوة يضعونها سيكوريتي عند ال لا يعني ممكن انه ما كانت هيدي التربه عم تستخدم لغير اشياء غير الزراعه من 5 سنين او 10 سنين لورا. ولازم نحدد انه ايضا الشروط تفرق من بلد للتاني. الشروط باوروبا غير الشروط بالولايات المتحده. الطقس يختلف، البيئه مختلفه. صح. التربه مختلفه. لهيدا السبب انه بتفرق. وايضا التفرق من الجانب
جنب، يعني افرق دائما. نعم. لا بتفرق اكثر من الجنب. وايضا الزراعه لازم تكون منفصله عن المنتجات المحليه او التقليديه، لانه ممكن يقول لك انه انا بعمل زراعه تقليديه عاده. نعم. يعني ما بيكون عضوي فعليا. نعم. ومن ميله الحيوانات، يعني اذا عم نتكلم مثلا عن البقر، عم نتكلم عن الدجاج، الحيوانات يلي بيكونوا مربيين بطريقه عضويه، اولا لازم يكونوا بالهواء الطلق، هيدي تكلمنا عنها من قبل، وايضا الطعام تبعهم ما لازم يكون في كيميائيات، ما لازم أكيد. يكون في انت تكلمتي عن هذا الموضوع، بقايا حيوانيه. نعم. او مضادات. مكونات او مضادات، استخدام مضادات حيويه او حتى مكونات تكون مضره، والهرمونات. والهرمونات، شكرا. نعم. يا لحوح. لكن ربما تكون هذه الـ 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 يعني المزروعات العضويه مكلفه نوعا ما اكثر من. صحيح. كذلك صحيح. هلا هي مكلفة فعليا، تحتاج الوقت اكبر ممكن، اولا ونقود اكثر. نعم. وقت يعني ونقود. انت ابقى مع الموسوعة التي اخترعتها اليوم هذا الحاسوب. هي فعليا يعني ممكن تكون مكلفة اكثر من غيرها، دائما بتكون مكلفة لانه اولا الطلب بيكون اكثر من العرض. ما بك يا لحوح. اخترع حاسوبا، اخترع حاسوبا يعني في اصابه يوجد فيروس. نعم اصابه، هو اخترع الحاسوب معه فيروس اصلا، ما راح نستخدم له مضاد حيوي. لا يوجد. صح. آه نعم. هو حاسوب عضوي. عضوي. هلا استخدم الاسمده. هلا مثل ما كنا عم نقول، هي ممكن انه تكون مكلفه. واحده من الاسباب هي مثل ما شفنا انه في عنا جهد اكبر تتم هيدي الزراعه والتربيه. وايضا يعني وقت ما بنكون عم نستخدم هرمونات بياخذ وقت اكثر تنوصل للنتيجه يلي بدنا اياها. بس اذا بدنا نعمل مقارنه فعليا، السعر يلي عم ندفعه تنشتري هيدي الزراعه هو قريب كثير على السعر يلي ممكن بينفقوه تيقدروا يزرعوا ويوصلوا لهيدي النتيجه. يعني فعليا ما بيكون الربح كبير كثير. هلا ما هي الفوائد للاغذيه العضويه؟ ما هي؟ اكيد معروفه. هناك فوائد. صح؟ هناك فوائد. اسمع حتى تستفيد. حاضر حاضر. في بعض الدراسات بتقول أنه في أنواع طعام عضوية بتحتوي على مغذيات أكثر من الطعام العادي، ومنهم المضادات الأكسدة. آه. نعم طبعا. أولاً. نعم. أكثرية الأوقات بيكون الطعام العضوي هو طازج أكثر من الزراعة العادية، لأن بتكون الزراعة العضوية أقرب لإلنا. نعم. هلأ ممكن انه في بعض من البلدان ما بيكون في عندهم هالمزارع العضويه فبتكون مستورده، فلهيدا سبب عم اقول اكثريه الاوقات بتكون الزراعه العضويه طازه. ثالثا في عنا اشخاص يلي بيعانوا من حساسيات بسبب الاضافات الكيميائيه او الاشياء الصناعيه، المكونات الاصطناعيه، وقتها بيكونوا عم ياخذوا اكل اكثر عضوي بتخف هيدي العوارض، فهناك ايضا فوائد صحيه. صحية. صح. بالنسبة للحيوانات وبالنسبة للمضادات الحيوية، قلنا أنه التربية العادية بيستخدموا هرمونات ومضادات حيوية، فوقتها منكون عم نستخدم هالمضادات بكثرة ممكن أنه يصير في عنا البكتيريا بتكون أقوى، يعني بتكون مقاومة للمضاد الحيوي، فبيكون في عنا سلسلة من بكتيريا عم تنمى. ولكن الزراعة العضوية بتوقف هيدا الشيء. وأيضا هيدي ال قف افسح. نعم. قف، منقول قف للبكتيريا بالزراعه العضويه. نعم. وايضا هي افضل للبيئه. نعم فعليا، لانه مثل ما شفنا عم نستخدم افضل للتربه، افضل للهواء، افضل للحيوانات. صح. خصوصا الحيوانات المجاوره، لانه الحيوانات بيكونوا عم ياكلوا من هالخضار، من هالفاكهه، فما بيكونوا ممكن انه عم ياخذوا مبيدات وعم ينقلوهم ايضا. ونحن ماذا نفعل؟ يعني بنتشارك مع الحيوانات. طبعًا طبعًا. يعني نحن لا، ربما ناكل الحيوانات اللي تتاكل. طبعا نفس الشيء، لن نترك شيء. ولهيدا السبب قلنا انه في عنا تكلفه اكثر بتكون بالسوق. هلا اذا بدنا نفهم البطاقات الغذائيه وقتها بنكون موجودين بالمتاجر، قلنا اولا انه في عنا كذا انواع بطاقه غذائيه رح نشوفهم سوا. اول نوع ممكن انه نقرا اكل طبيعي او طعام طبيعي. هلا هيدا الطعام الطبيعي ما بيتطابق على الشروط للزراعه العضويه، هو فعليا ممكن انه تكون زراعه تقليديه اكثر. ولكن هيدا فرق
من الزراعه العضويه وما بتكون عم تتطبق هول الشروط. نعم. فطبيعي لا يعني عضوي. تمام. اذا في عنا الختم يلي هو 100% عضوي او عضوي، 100% يعني انه كل المكونات 100% من المكونات هن عضويين. تمام. يعني بيكون في عندهم ختم العضوي، لانه هيدا الختم مثل ما قلنا في عندنا ختم بيفرق باستراليا غير تبع اوروبا غير تبع الولايات صحيح. المتحده وكندا. هلا اذا بنقول عضوي، عضوي يعني 95% من المكونات في هذا المنتج هم عضوي. وال 5%؟ 5% غير عضوي، ممكن يكون تقليدي، ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون عادي. هم احرار في بال 5%. نعم. هلا مصنوع من المكونات العضويه، مصنوع من مكونات عضويه يعني تقريبا 80% 70% 70% بيكون في مكونات عضويه. وما بيحمل الختم العضوي بهيدي الحاله. ما بيخدموا يعني حتى لو 70% يعني غالبيه ولا نسبه كبيره، يجب ان يكون 95 او 100%. وفي عنا الاخير يلي هو 95 وفوق، يعني فوق تكون طبيعي، تخصص طبي يعني. نعم. معدل طب على طول. اسنان ومخ. واذا مصنوع من مكونات عضويه ايضا يعني في اقل من 70% وما بيحمل الختم. جميل. 70% يعني. جلدة سوف نعود اليك، ولكن يجب علينا الان ان نشاهد هذا التقرير عن الاغذيه العضويه. نشاهد التقرير ثم نعود لاستكمال الحلقه. الى التقرير. نعم. تلقى الأغذية العضوية في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً لدى العائلات لاعتقادهم بأنها صحية. سألنا بعض الأمهات، هل تعلمين ما هي الأغذية العضوية؟ بتبقى يعني صحية أكثر، يعني خالية من الكيميائيات وخالية من الأسمدة، اللي ما تكونش فيها أسمدة أظن، بيستعملوها من غير أسمدة يعني، اللي ما بيستخدموا فيها السماد الكيماوي، اللي هي الأغذية اللي بيبقى مش داخل فيها مواد كيماوية. هل تستهلكين الخضار والفواكه العضوية؟ أي نعم. والله صراحة لا. لا. أحياناً. كتير. لماذا؟ لأنها صحية. أنا مو حاسة إنه في فرق كبير بين العضوية والغير عضوية. لأنها غالية كتير. لأنه هي أفيد وأحسن للصحة. لأنها صحية أكتر، يعني الواحد لازم يعني يخاف على صحته يعني. هل تعتقدين أن لحوم الحيوانات العضوية صحية؟ أكيد. هي صحية مش هالعقد يعني. أظن. بصراحة ما عندي معلومة بالضبط، بس بما أنه بتاكل أشياء ما فيها كيماويات فأكيد راح تكون أفضل للصحة. هل تعتقدين أن أسعار المنتجات العضوية مبالغ فيها؟ طبعاً مبالغ فيها بشكل كبير، وياريت تكون في متناول الجميع، يعني جميع الفئات. أكيد طبعاً في فرق كبير بين العضوية والغير عضوية. أكيد مبالغ. مبالغ فيها. حتى لو مبالغ فيها هي تستاهل يعني. بإمكانك اختيار المنتجات العضوية وفقاً لميزانيتك، وليكن طعامك أساس صحتك. إذا عدنا من جديد أصدقائي لاستكمال فقرة الأكل الصحي. طبعا أعتقد لدينا مسابقة في لعبة اليوم. صح، في مسابقة. جميل. حسب ما تكلموا الآن قالوا أنه يجب أن نشتري، يعني ممكن أنه نشتري الأطعمة العضوية حسب الميزانية، لأنه مثل ما تكلمنا أنه الطعام العضوي هو فعلياً بيكون سعره أكثر من العادة. فاليوم أنا رح أعرض عليكم 4 أنواع طعام يلي بشجع أنه يكونوا عضويين إذا في عنا إمكانية. وانتوا رح تحاولوا تعرفوا شو اللي مخبيته تحت هول الاطباق. ومن بعدها رح اعرض عليكم الليسته الكامله او الدليل الكامل للاطعمه يلي هن صحيح. افضل انه ناخذها تكون عضويه. تمام. انا مستعد. مستعد؟ طبعا. لكن يلا. تحت هيدي العلبه هناك فيل. هناك فيل؟ نعم. فيل يعمل دايت او لكن رح اعطيك اول دليل. هي او هو هو فعليا من الخضار الجذريه. جذريه. بطاطا ياخذ فيه مصدر بوتاسيوم.
بطاطس. هو نعم من المنتجات الزراعيه الاكثر بالعالم ما بين الارز والقمح. انت ما قلتي جزريه؟ اكيد جزريه. نعم بطاطا بنفكر جزر بنفكر بطاطس. لا لا بطاطا هلا. لكن هو اول سن بنشجع انه نكون عم ناخذه عضوي لانه هو بيربى اكثر بالتربه. اسمع اسمع حتى تضيف على ممكن انه ارقص معك لاحقا. لكن لانه هو اكثر بيكون عم يربى بالتربه وهيدي التربه ممكن انه يكون فيها مبيدات والى اخره وكيميائيات، لهذا السبب افضل تكون عضويه. هلا النوع الثاني هي فاكهه عاليه جدا بالفيتامين ج، فاكهه صغيره. ما لونها؟ لونها ماذا؟ لونها هي من عائله التوت. وأكثرية يعني الناس بيعتقدوا أنها خجولة. لحو فراولة. أقصد فراولة. فراولة. أنت خجول يا لحو. جدا خجل. لكن الفراولة طبعا لأنه ما عندها قشرة الفراولة، وحتى ولو نحن أغسلناها منيح ممكن أنه يكون في عنا بقايا للمبيدات. نعم كلها نوى. الصنف الثالث هو من الخضار الورقية لونها الأخضر الداكن. ملوخية. كلا. سبانخ. نعم سبانخ. انا قلت سبانخ. بتحتوي على فيتامين كاف. لا بسمع. كاف 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 صح. كله. اديني كاف اديني كاف. كاف. ايوه. هلا الفاكهه الثانيه وهي الصنف الرابع هي فاكهه تكلمنا الكثير من قبل عنها، وهي عندها قشره مغذيه للقلب لانه بتحتوي على مضادات اكسده وفيتامينات معينه، وهو سناك شعبي جدا حول العالم وفيه الكثير من الالوان واكثر من 7500 نوع من هذه الفاكهه موجوده عالميا. منها احمر واخضر و تفاح. نعم شكرا. تفاح. يا اشرف. تفاح. لكن اليوم ممكن انه كان سهل عليكم كانت اللعبه صح؟ سهله بسيطه. انا يعني انا وانا مغمض العينين استطيع. يعني طبعا لابد ان نستفيد لانه ان انا نستفيد في هذا البرنامج. صحيح. شكرا يا لحو. لكن انواع الخضار والفاكهه يلي افضل انه نشتريها عضويه اذا عندنا ميزانيه هي رح نشوفها لاحقا، منهم هم التفاح والسبانخ والفراوله والبطاطس، وايضا في عندنا الخضار يلي هي من يعني ورقيه اكثر مثل البقدونس مثل الكرافتس، الفلفل البارد افضل، المشمش افضل، والنكتارين افضل، الجوافه، العنب، الفراوله تكلمنا عنها، الخيار، طماطم الكرازية. نعم. صح الترمس يعني لا يوجد. أوكي. الترمس؟ لا لا, لا. الترمس. هلا هذا في فصل الحمص. يعني ممكن هني عنا تقريبا 14 صنف. هلا هو اذا ما بنتذكرها بنطلع اكثر شيء على تكوينه الخضار. نعم. والفاكهه اذا عندهم قشره ممكن انه نقشرها بيكون افضل، بس نحن مش دائما بنحب انه نزيل القشره لانه القشره بتحتوي على فيتامينات، لهيدا السبب بنشجع انه يكونوا عضويين. دعيني اتذوق انا الفراوله اراها اذا كانت عضويه ام ليست عضويه. 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 عضوي. شكرا شكرا. لا معك اشتراك عضوية. هلا في عنا أصنفة انه مش ضروري انه نكون عم ناخذها عضوية. عضوية 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 معي اشتراك انا. كمل كمل كمل. هلا حتى الحجم بيفرق، الشكل بيفرق، الرائحة. الخضار والفاكهة العضوية مش ضروري انه تكون متشابهة، يعني مثلا الفراولة بتشوف الحبة مثل الثانية. نعم. لأنه هي ممكن انه تكون معدلة وراثيا. نعم انا منتبه. فالأطعمة العضوية ما بتكون متشابهة شكليا، حتى اللون بيكون فارق. هلا ممكن انه تشتري الأغذية غير عضوية، هي الأغذية يلي مثل هون في عنا الكيوي، البرتقال، المانجا، البصل، الأفوكادو. ممكن يعني أنا أشتري غير عضوية؟ غير عضوية. لماذا؟ إيه لأنه هيدا عندها قشرة، والقشرة بالأكثرية للبرتقال أنت ما بتاكلها، الأفوكادو قشرتها ما بتاكلها. الكيوي أنا باكل قشرتها أنه شخصياً بحب القشرة، ولكن بغسلها منيح تقدر أخذ القشرة. الفطر ممكن انه ما ناخذها عضويه، يعني هول الاصناف الاناناس لانه ما عم ناخذ القشره فما بتكون ملوثه من المبيدات. صحيح. طب دعيني اتذوق البطاطس. لا ليس البطاطس نيه نيه. نيه ممكن انه تتذوق مثلا الموزه او التفاح. لا اعطيني هذه اعطيني سله الخضار. هذه السله. نعم. انت اكيد طبعا هي لليوم لإلك فقط. نعم هذه كلها يا لحو. ثقيلة جدا يا لحو. ثقيلة 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 من؟ رأيت انتبه.
الحمد لله. الحمد أين لله الباقي؟ تمام. فمنشجع الأصدقاء إنه يكونوا عم ياخدوا هول الأصناف يلي تكلمنا عنهم إذا في عندهم إمكانية. جميل جدا. إذا نلدى غدا الخميس، تعرفين الخميس موعد الأسئلة والإجابة عن كل الأسئلة، وهناك بريد إلكتروني خاص بهذا الموضوع. لا تريدين؟ هلا البريد أنا بدي. دائما نلدى تحاول أن تكسر كل القواعد. هلا البريد الإلكتروني. كلا أريد لكي الأصدقاء بيسألونا أسئلة كثيرة جدا، لكل الأصدقاء يلي عندهم أسئلة حول موضوع التغذية، البريد الإلكتروني هو nutrition@gmtv.net. أحسنتي سأرسل لك. شكرا يا رحوة. لوحدي. نعم. شكرا لك يا نلدى. تكرم. شكرا لك يا أشرف والألف هنا. والآن مع فقرة الألعاب مع أشرف فقط. قولي لماذا فقط؟ لماذا؟ نعم مع أشرف فقط الألعاب قولي. ولكن سيعود لاحقا أكيد لحوح. تعال بقى، هيا بقى. وصلنا إلى فقرة الألعاب، نذكركم بالرقم وهو 4-4-5-3-8-8-3-8. هذا هو الرقم أصدقائي، طبعاً المتصلين من خارج دولة قطر أرجو إضافة الرقم المفتاح الدولي وهو 00974. إذن نستقبل الهاتف الآن ونقول ألو. 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 ألو، أهلاً وسهلاً، من معنا؟ سارة. سارة؟ إيه. سارة من أين؟ من قطر. من قطر، اهلا وسهلا بك يا ساره من قطر في برنامج عمر. كيف احوالك يا ساره؟ الحمد لله بخير. كيف الدراسه؟ تمام؟ ايه تمام الحمد لله. هل لديك ماده دراسيه تحبينها اكثر شيء؟ ايه. ما هي؟ رياضه. الرياضه، تحبين الرياضه؟ ايه. ليست رياضيات، الرياضه بشكل عام. ايه. طيب ما هي الرياضه المفضله لديك؟ الركض. يا سلام، رياضة رائعة جدا ونشطة جدا. طيب الآن نريد منك أن تكوني نشطة أيضا في الإجابة على الأسئلة. مستعدة للمسابقة؟ إيه. يلا نركض على الدولاب. وركض الدولاب والسهم وصل إلى الرقم 7. 7 أسئلة. يلا يا سارة، سؤال 7. الدوحة مسقط ليبيا، أين الكلمة الدخيلة يا سارة؟ ليبيا. ليبيا والإجابة الصحيحة، يا عيني عليكي. سؤال رقم 6، انظري إلى الآن الفيديو، سنعرض عليكي فيديو، انظري جيدا. يا سلام يا سلام. ركزتي؟ طيب، مغارة تعتبر معلم طبيعي تقع في شمال العاصمة الماليزية، مغارة باتو أم مغارة فافو؟ مغارة تعتبر معلم طبيعي تقع في شمال العاصمة الماليزية، مغارة باتو أم فافو؟ يا سارة. إذن سارة يعني لا بأس، حاولي البحث عن الإجابة حتى تكسبي هذه المعلومة، وإن شاء الله في المرة القادمة تربحين معنا جهاز آيباد. اتصال جديد ونقول ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا، من معنا؟ ألو. ألو، من معنا؟ علياء من السعودية. علياء من السعودية؟ نعم. أهلا وسهلا بك يا علياء من السعودية في برنامج عنبر. يا عيني عليك. كيف أحوالك يا علياء؟ الحمد لله. وكيف الأهل؟ الحمد لله. تمام، مستعدة للخوض في المسابقة؟ نعم. يلا إلى المسابقة حالا، ويلا يا دولاب اظهر ونقول الدولاب سويا. در. يلا يا علياء در. إذا دار الدولاب والسهم وقف على الرقم 6، 6 أسئلة. يلا انظري إلى الصورة الآن يا علياء. انظري إلى الصورة جيداً. والآن السؤال الذي يخص هذه الصورة، ركزي جيداً. يلا السؤال. في الصورة قلعة توجد في عاصمة جمهورية مصر العربية، قلعة صلاح الدين الأيوبي أم قلعة اليوسفية؟ قلعة
قلعة صلاح الدين الأيوبي. قلعة صلاح الدين الأيوبي والإجابة صحيحة، برافو عليك. سؤال رقم 5 الذي يقول: جائزة توزع في مهرجان برلين السينمائي، التاج الذهبي أم الدب الذهبي؟ جائزة فراغ توزع في الدب الذهبي. الدب الذهبي والإجابة صحيحة، أحسنتي. يلا سؤال رقم 4. من مصادر التشريع في الإسلام هي القصص وروايات أم السنة النبوية؟ مصادر التشريع في الإسلام السنة النبوية. يعني أكيد السنة النبوية، أحسنتي. يلا سؤال رقم 3. نقش رستم موقع أثري بالقرب من مدينة شيراز في أي دولة يوجد؟ موقع أثري اسمه نقش رستم بالقرب من مدينة شيراز في أي دولة يوجد؟ باكستان. باكستان، الإجابة خاطئة يا صديقتي علياء، لكن إن شاء الله يعني رستم بنا في المرات القادمة وتضحينا. نعم نعم. الآن ماذا؟ كيف حالك؟ والآن يرفع الستار وموسيقى تصويرية مع أشرف. ولكن أحتاج إلى 3 ساعات حتى أدخل في الشخصية، أركز. الرواية تحتاج إلى 3 ساعات تدخل. نعم؟ إلى الشخصية 3 ساعات. طيب هيا حاضر. دقيقة واحدة. إذن بشكل حان الآن كوميدي كوميدي كوميدي. نعم حان الآن مع موعد فقرة من العد. أفعل بي هكذا المخرج؟ رأيت ماذا فعل بي؟ لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، ولكن ضدي في الحلقة المميزة. طيب وصلنا الآن أصدقائي إلى فقرة من العالم، وسنقدمها اليوم من الأردن، وسنزور خلالها مدرسة الفسيفساء، وليس الفسيفساء، الفسيفساء فسيفساء، حيث تم تأسيس أول مدرسة متخصصة في فن الفسيفساء عام 2000، وتعنى بالحفاظ على لوحات الفسيفساء الأثرية، وتخرج طلاب قادرين على ابتكار الجديد ونسخ الماضي. فتعالوا أصدقائي لنعرف مزيدا من المعلومات عن مدرسة الفسيفساء في الأردن. ولا تحزن، إلى التقرير. هيا هيا تعال تعال تعال. قد ينسى الناس بعض ملامح الماضي، إلا أن فن الموزاييك الفسيفساء الذي زينت به الحضارات القديمة معابدها ودورها المميزة عاد بقوة ليذكر الناس بماض غني أعادت رونقه أيادي المرممين والفنانين. على بعد 30 كيلومتر جنوبي العاصمة الأردنية وفي مدينة مأدبة الأثرية، تم تأسيس أول مدرسة متخصصة في فن الفسيفساء، والتي تعنى بالحفاظ على لوحات الفسيفساء الأثرية، وتخرج طلاباً قادرين على ابتكار الجديد ونسخ الماضي، كما وتتيح لهم استكمال تعليمهم الثانوي بالتخصص في مجال ترميم وصيانة الفسيفساء وإيجاد خبراء في مجال الترميم والصيانة. نحن بمعهد مادبة للفن الفسيفساء أو الترميم عم ندرب طلابنا كيف ينتجوا الأرضيات واللوحات الفسيفسائية، كونه مادبة مشهورة بهذه الفسيفساء أبن عن جد، يعني عم نحكي على 1500-1700 سنة الفسيفساء موجودة بمحافظة مادبة. مادبة مشهورة بأن اقتصادها بيعتمد على السياحة، يعني نسبة السياحة عنا بالهاي سيزون كتير عالية، وكمان هاي الحرفة كتير مفيدة لطلابنا كونها بتأمن لهم دخل شهري كتير عالي. والفسيفساء هي أرضية مكونة من خليط من مادة الكلس مع قطع من الفخار وحجر الطوب المطحون بشكل غير منتظم، ومطعمة بمكعبات من الحجر ترسم بانتظام، فتشكل صورة مناظر طبيعية أو أشكال هندسية أو لوحات بشرية وحيوانية. أتعلم في معهد مادبة لفن الفسيفساء والترميم عملية لوحات الفسيفسائية، تمر في مراحل عدة، اللي هي أول مرحلة تمر فيها هاي اللوحة لعملية الرسم على القماش، ومن ثم تقطيع الحجارة الفسيفسائية ولصقها على القماش، وضعها في فريم نهائيا وصبها، وتم عرضها في مشاغل ويتم بيعها للسياح والمحليين. We'll be right back.
أنا بحب أرجع معهد الفسيفساء وأتعلم منهم لأنهم بيفتحوا المجال للأطفال إنهم يشاركوا، وإن شاء الله لما أكبر بدي أصير أعمل مثلهم. يشار إلى أن المدرسة تعتبر أول معهد متخصص بالتعلم والتدريب والبحث العلمي لفن الفسيفساء. سلام، رائع، جميل. هذه المدرسة تعيد إحياء طيب. هذا الفن القديم الجميل. نعم. الذي منذ يعني فعلا منذ آلاف السنين طبعا فعلا. حضارة يا شيخ. أكيد طبعًا. أكيد طبعًا. أكيد يعني هو كلعبة البازل. نعم نعم. يرتبون الأحجار الصغيرة لكن. فتصبح صورة بإحساس وسنس كوميدي. الأفضل أن ننتقل الآن إلى فقرة الألعاب. ألعاب، قلت كلمة صحيحة، الألعاب. نعم قلت لله. الفقرة صحيحة الآن. نعم. موعد الألعاب الحمد لله. طيب ثم ننتقل إلى فقرة من العالم. طيب إذن أصدقائي ومنها إلى فقرة الألعاب صح. آخر فقرة في حلقة اليوم، آخر فقرة في حلقة اليوم. نعيد عليكم الرقم من جديد وهو 00974 4453 8838. هذا هو الرقم الآن مع النجم المحبوب الذي يعني ماذا أقول الذي إيه. الذي لحوح، تفضل استقبل لك يا أخي ودعنا نعمل في صمت. ألو، السلام عليكم، من معنا؟ ديام من الإمارات. جهاد؟ ضياء من الإمارات. أهلا وسهلا بك يا ضياء في برنامج عنبر. كيف حالك يا ضياء؟ بخير. يا سلام ضياء. ضياء معك أشرف حتى تفوز إن شاء الله بالآيباد. ضياء ضياء يا ضياء، يعني أضأت المكان، أضأت المكان بهذا الاتصال يا ضياء. نعم ضياء. ذياب ليس ذياء. ذياب ذياب. نعم ذياب يا ذياب. أهلا نعم. وسهلا بك يا ذياب في برنامج عنبر. عنبر الآن أصبح متحمسا، لفظنا الاسم بشكل صحيح طبعا. طيب يا ذياب أهلا وسهلا بك، نعتذر منك لكن تعرف أحيانا الصوت يعني يصل هكذا وهكذا. طيب إذن المسابقة الآن يا صديقي بدأت والدولاب سيدور ونقول للدولاب دور. يا عيني عليك يا ذياب. صار رقم طبعا 9 10. يلا سؤال التاسع، يلا استعد. ما مفرد كلمة عناكب؟ عنكبوت. عنكبوت، والإجابة الصحيحة، برافو عليك عنكبوت. صار رقم 8 الآن، يلا. ما هو حاصل ضرب العدد 7 في 4؟ 7 ضرب 4 يساوي كم؟ يلا يلا يا ذياب. 28. والإجابة صحيحة يا عيني عليك. سؤال رقم 7 الآن. أنف، أمعاء، قصبة هوائية، أين الكلمة الدخيلة؟ أنف، أمعاء، أنف. الإجابة أنا أنف في هذا الكلام. إذن الإجابة خاطئة يا صديقي، نعتذر منك لكن إن شاء الله في المرات القادمة تتصل وتفوز. يلا, يلا 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 أخير يلا أخير أخير يلا. ألو 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 ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تريح، من معنا؟ أسامة من قطر. أسامة. عائشة من قطر. عائشة من قطر. أهلا وسهلا بك يا عائشة في برنامج عمبر. أهلا بك يا عائشة. صديقتي عائشة مستعدة للمسابقة؟ نعم. يلا نعم. أحببت هذا الحماس. يلا يا دولاب اظهر. ويلا يا دولاب در. إذن دار والسهم وقف على الرقم 4. إذن 4 أسئلة. يلا السؤال رقم 4 يقول: كم يبلغ ارتفاع برج إيفل الشهير؟ 24 مترا أم 300 متر؟ تقريبا. كم يبلغ ارتفاع برج إيفل الشهير؟ 324. والإجابة صحيحة يا عيني عليك، صحيح. يلا سؤال رقم 3. تريد أسرتك زيارة مدينة خرفكان، فإلى أي دولة ستسافرون؟ نعم. أسرتك تريد زيارة مدينة خرفكان. خرفكان في أي دولة؟ مدينة خرفكان. خرفكان. الإمارات.
الإمارات، والإجابة صحيحة. أحسنت، يلا في آخر لحظة. سؤال رقم 2 يقول: من هو الشاعر الإنجليزي مؤلف مسرحية تاجر البندقية؟ شاعر إنجليزي معروف. نعم، من هو الشاعر الإنجليزي؟ هاملت. ماكبث. طيب إذا انتهى الوقت ولم تجيبي، لكن إن شاء الله في المرات القادمة تتصلين وتربحين معنا. شكرا لك يا عائشة. يا ويليام. يا ويليام. طيب إذا عرضنا أوجي، وكذلك نلدى حدثتنا عن دليل الأغذية العضوية. نعم. وإذا كانت تستحق التكلفة طبعًا. تكلفة. وأيضا مدرسة الفسيفساء زرناها هناك، هذا الفن الجميل في الأردن. شكرا لكم على طيب المتابعة أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله. انتظرونا إن شاء الله غدا بإذن الله. نعم. حبيبي حبيبي حبيبي. يا أشتاق إليك. لا 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 تقول هكذا.